أهلا وسهلا بك على موجات الإذاعة الوطنية إذاعة الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا نورتني. أمل ماهر من جديد وبعد غيبة تعودين إلى قرطاج، ماذا أعدت أمل ماهر لقرطاج ولجمهور قرطاج؟ أعدت مفاجآت كبيرة إن شاء الله، أغاني حلوة جدا هتحبوها وهتسمعوها وحنغنيها سوا بإذن الله. هذه ثالث مرة تعتلين ركح قرطاج، ما الذي تغير عن آخر مرة؟ لسه هعرف الحفله اللي اتغير، بس اكيد ان شاء الله في اغاني جديده هنغنيها مع بعض، في روح جديده هتبقى ان شاء الله موجوده في الحفله. جمهور قرطاج دايما متجدد، دايما جميل، دايما بيطلع احلى ما عندك. الان كيف هي التحضيرات؟ حالا بعد ما هخلص معاكي عندنا بروفا، وان شاء الله عندنا بروفا جنرال، وان شاء الله تبقى حفله جميله. أمل ماهر، يمكن أن نتحدث عن جمهور خاص بأمل ماهر وإلا جماهير، بمعنى أنه جمهور أمل ماهر الذي يطرب لأغاني عبد الحليم وأم كلثوم وردة هو نفسه الجمهور الذي يستمع لإنتاجك الخاص؟ الحاجة الحلوة، الحاجة الحلوة الجميلة في الموضوع أني أول ما طلعت أنا في حياتي يعني من وانا طفله كنت بغني طبعا اغاني سيده ام كلثوم واغاني سيده ورده، والناس عرفتني وتعرفت على امال من خلالها. الحاجه الجميله اني الناس اللي سمعتني وصدقتني في الاغاني الطربيه الجميله هي برضو نفس الناس اللي صدقتني في الاغاني الخاصه واللي حستني وبقى أمال ليها طابع خاص عندهم، هم جايين لأمال، هم حابين أمال، هم حابين يسمعوا من أمال أي حاجة هي هتقولها، فدي الحمد لله يعني نعمة من ربنا الحمد لله. واضح، تحدثت عن البدايات منذ كان عمرك 13 سنة، من وقتها إلى الآن لو أردت وضع عنوان لمسيرتك الفنية ماذا تقولين؟ والله لسه ما لهاش عنوان، لسبب اني لسه فيه كتير قوي انا لسه ما حققتوش قدامي، لسه ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر قدامي مسيره ان شاء الله تبقى حافله بنجاحات باغاني مميزه تعيش مع الناس وتعيش معاهم احزانهم افراحهم. ابرز محطاتها؟ ابرز محطاتها هو اول البوم انا عملته في حياتي، هو كان فيه ايه بينك وبينها، لان ده كان اول حاجه خاصه بيا للناس. شكرا لك.